نستهل نشرتنا بأخبار المجلس الوطني التأسيسي، حيث أكد مكتب المجلس على عدم صحة الأخبار الرائجة حول قرار المحكمة الإدارية بعدم تعيين جلسة لمناقشة قانون تحصين الثورة. المكتب أشار إلى أنه تلقى مراسلة تطالب بملاحظات النواب حول القانون قبل تعيين جلسة للنظر في القضية التي رفعها الباجي قايد السبسي. المحكمة الإدارية لم توقف ولم حتى تحدد جلسة ولم تعقد جلسة خاصة بمشروع قانون تحصين الثورة والطلب اللي طالب به السبسي ومن معه. فقط لما قدموا هما القضية بعثت لنا مراسلة تطلب ملحوظات في أجل أسبوع. هذا على مستوى الشكلي. على مستوى الأصلي المحكمة الإدارية تنظر في القرارات، في المناشير، في الأوامر الترتيبية وغيرها، ولكنها لا تنظر في القوانين. اللي عندها صلاحية النظر في القوانين هي المحكمة الدستورية، ونحن ما زلنا في الهيئات الدستورية في الدستور. نبقى مع أخبار المجلس التأسيسي، حيث شهدت أشغال الجلسة العامة اليوم تبادلا للاتهامات بين النائب صالح شعيب ونائبة الرئيس محرزية العبيدي، وذلك على خلفية سؤال الذي وجهه شعيب إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو حول مسألة اعتماد الولاءات الحزبية في التعيينات، وهو ما أنكره الوزير. أنا أحترمك ولكن أنا نقول لك كلمة الحق فيها. أنا زادة أنا مشترك بين كل التونسيين، قلت لك احترم الثورة هذه وشبابها اللي مات، مش تقوم تمجد في الدكتاتور بدعوى أنك تسأل في سؤال. مشادة كلامية حادة بين نائبة رئيس المجلس والنائب صالح شعيب بعد اعتباره أن سياسة التعيينات في الوظائف العمومية تجاوزت مظالم عهد بن علي نظرا لتعدد الترضيات العائلية والجهوية. بن علي كان قبل يعتمد على ايش؟ يعتمد على انتماء الحزب اللي يخدم في التجمع، اللي كان يعطيه شغل، اللي كان ينتمي الى مسؤول سياسي كان يشغله، لكن ما كانش ياخذ بالاعتبار انتماء الجهه. اذا حتى كنت انت من تونس ولا من صفاقس وكنت تنتمي الى التجمع او كنت كان يشغله توا، قالوا تعرفش العلم، قالوا نزيد فيه. ولا الانتماء السياسي، الانتماء العائلي، وجابوه الانتماء الجهوي، ثم ما ياخذوش بالاعتبار الكفاءات. كيقارنوا مع الماضي يسالش من حقه، يذكر الدكتاتور بل يذكر مزاياه وانه كان يعدل في تفريق هيبته وعطاياه على التجمعين. اذا خير من هذا؟ ايش معناها هذا؟ هل هذا اليس هذا قبح وذم في مجلسنا في ثورتنا؟ النائب صالح شعيب قال إن سؤاله من صميم الواقع وليس من بنات أفكاره، مؤيدا كلامه بأدلة عايشها على الأقل في جهته. الولايات بكلهم من هذا، الكتاب العامين تاع الولايات من هذا، الوزراء كل من هذا، المعتمدين من هذا، فهمت؟ وصلنا حتى العمد توا، العمد نحي وفاهم الكل، العمد فهمت؟ هاو نعطيك مثال في جهة الساحل، فما إنسان راجل كبير شيء مهمته يبيع في البخور، يتنقل للجزائر يجيب في زرارة، مستوى الثقافي متاعه سنة رابعة ابتدائي، عرضوا عليه خاطره ينتمي للنهضة، عرضوا عليه باش يولي عمدة. وفما ناس اللي هي عندهم الميتريز ومقدمين مطالب باش يخدموا عمدة، قال لهم لا. وزير حقوق الإنسان فند كل هذه الاتهامات مؤكدا أن المقاييس الوحيدة المعتمدة في الانتدابات إما المناظرات أو الإجراءات الاستثنائية التي صدق عليها المجلس في شكل قوانين. وإن كان هناك من يعتبر أن عودة من أطردوا من أعمالهم قبل الثورة في ظل النظام الاستبدادي هي من باب الفساد، فليصرح بذلك بناء على موقف واضح ومعطيات دقيقة، لا بناء على تصريح بأن بعض المواطنين في تلك الجهة أو أخرى قد صرحوا بذلك. المشادات الكلامية والتلاسن بين النواب مشهد أصبح كظلهم لا يفارقهم حتى في طرح مشاكل الشعب ومحاولة إيجاد حلول لها. غير بعيد عن أخبار التأسيس، طلب اليوم النائبان عن الحزب الجمهوري مي جريبي وعصام الشابي طلب بإطلاق سراح وزير الدفاع السابق رضا قريرة، وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية نتيجة المرض المزمن الذي يعاني منه. النائبان طلب بإطلاق سراحه وإبقائه رهن الإقامة الجبرية مع توفير العلاج. أنه يخضع للكشوفات الطبية الضرورية. سي رضا قريرة رفض، احنا قلنا له سنبذل كل وسعنا لإحاطة الرأي العام علما بالحالة هذه، وطلبنا منه أنه يقبل العلاج، وأن احنا هذا ما نطالب به اليوم أن يكون العلاج وهو في بيته.
ينجم يكون راه الإقامة الجبرية. احنا كما قالت الأخت مية لا نتدخل في أعمال القضاء ونحب القضاء يكون مستقل ولنا ثقة في استقلال القضاء، لكن السيد رضا قريرة أيضا حقه ومن حقه كمواطن تونسي بعد الثورة أن يلقى العلاج اللائق وأن يكون في ظروف دنيا يعني اللي تسمح له بتحمل تبعات العلاج هذا اللي هو قوي. تم إنهاء تقرير وطني حول تصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، وتم رفع عدد من التوصيات لاستغلالها وإنجاز مشروع قانون حول الكسب غير المشروع والشفافية المالية. هذا ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ملتقى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العمومي الذي أشرف على اختتامه رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض. عملية دامت تقريب عام وهي الكشف عن وضع النزاهة في القطاع العام التونسي. النتيجة انت العمل هذا يوقع تقديمها خلال هاليومين هذوما، إضافة إلى تقديم عدة ندوات ومحاضرات تتعلق بمكونات نظام النزاهة. الشفافية في التصرف في ميزانية الدولة إعدادا وتنفيذا وختما، والشفافية الجبائية وشفافية الذمة المالية للمسؤولين السياسيين في الدولة والأعوان العموميين تمثل ثلاثة أركان أساسية في المنظومة العامة للشفافية في دولة القانون. كما أن النزاهة في الدولة تقتضي إصلاح الأطر التشريعية والترتيبية المتعلقة خاصة بمقاومة الفساد وبنزاهة الموظف العمومي وبترشيد التصرف في المال العام. أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم مقاطعة الأمنيين لكل حفلات مغني الراب هذه الصائفة بسبب ما اعتبروه إهانات في بعض أغنيات الراب وأخيها أغنية ولد الكنز. يأتي ذلك خلال الاجتماع الإقليمي للنقابات الأساسية لقوات الأمن في الشمال الغربي الذي التأم اليوم بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. الأمنيون نددوا بالاعتداءات المتكررة التي طالت عددا منهم وطالبوا بتوفير الضمانات القانونية للمؤسسة الأمنية لحماية البلاد. اجتماع إخباري نظمته اليوم الهيئة الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بولايات الشمال الغربي. اجتماع شارك فيه ممثلون عن الهياكل النقابية بإقليم الشمال الغربي لمناقشة مشاغل الأمنيين وفي مقدمتها المشاريع التي تقدمت بها النقابة إلى سلطة الإشراف وإلى المجلس الوطني التأسيسي على غرار دسترة المؤسسة وتجريم الاعتداء على قوات الأمن وغيرها من المشاريع التي لا زالت تنتظر التفعيل. اجتماع إخباري في خصوص المشاريع التي قدمت بها النقابة الوطنية والمشاريع الكبرى نعرفوها اللي هي دسترة المؤسسة الأمنية، القانون لإجراء الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي، المنظومة التعويض على حوادث الشغل. ولو أنه البارح سمعنا كانوا النائب الأول للسيد رئيس الحكومة أعلن أنه تمت المصادقة على المشروع هذا على مستوى الحكومة. رجل الأمن وقت اللي باش يخدم ويطبق القانون يلزمه هو يكون محمي. كي نبدأ أنا محمي نجم نحميك أنت كمواطن ونحمي مؤسسات الدولة ونحمي كل ما هو في عهدتي. كذلك منحة الاقتر، وكذلك اليوم عنا عديد التظلمات، عنا عديد الحقوق لابد من استردادها. الاعتداء على قوات الأمن داخل المؤسسة السجنية أصبح كذلك عائقا حقيقيا يحول دون قدرتهم على القيام بمهامهم بعيدا عن المخاطر. الاعتداءات متواصلة داخل السجن من طرف المساجين وما لقيناش حتى صيغه قانونيه باش نحبسوا هالنزيف هذا. تجي تعمل له محضر وتبعثه للنيابه العموميه حدث ولا حرج، لانه السجين محكوم ب 20 سنه وباش تبعث له انت محضر يقول لك باش ناخذ فيه شهر ولا شهرين. زوز حالات شديناهم تدخيل زطله وبالملموس شديناهم ناس مدخلين الزطله ولا حياه اللي ما تنديهز يبحث المواطن اللي جايب الزطله ونلقوه غدو حوز قدام. سواء تعلق الامر بسلطه الاشراف او بالرئاسات الثلاث فإن الملفات المطروحة لا زالت تراوح مكانها ولم نلمس إلى حد الآن جدية واضحة في التعامل مع هذه الملفات، يضيف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية. لا تجاوب من الرئاسة الثلاثة في مخصص الملف الأمني وقالوا اليوم ملف أمني من أوكد ملفات وإحنا قاعدين نشوفه. في العكس، هذه سياسة التبنيج وسياسة التصبير وسياسة التعامل معنا معناها بالموبيلات وعدم إعطاء الملف الأمني من أهميته اللي لازمها يا أخوة. كذلك ما قاعدين نشاهدوا فيه وما نلبسوا فيه في نطاق طاولة المفاوضات مع المسؤولين الأمنيين في خصوص ملف التظلمات إنه الناس هذه تتعامل معنا مبدأ إنه مبدأ الاستبداد بالرأي والدكتورية وتمرير المشاريع اللي حب مروها هما نقول لهم اللي احنا العادة ذي رولة وفات. من جهة أخرى أعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن القواعد الأمنية قررت مقاطعة حماية حفلات فناني الراب.
الرابور هذوما اللي نحكيو عليهم او الفنانين مانيش نذكر انا فهمت اي بشر يحترم نحترموه فهمت القواعد الامنيه كلها رافضه باش تغطي لهم الحدث بتاعهم وهما لابد كونهم اما يعتذروا او يخرجوا بيان او النقابه بتاعهم تخرج بيان ويلزم يكون في اعتذار واعتذار رسمي ويكون في مستوى الكلام اللي خلوه. لا زال البحث عن الضمانات القانونية يمثل الشغل الشاغل للعاملين في المؤسسة الأمنية، ضمانات بإمكانها أن تتوفر ولكن بعيدا عن أي شكل من أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان، فذاك شرط أساسي لنجاح الأمن الجمهوري. وسط تجاذبات ومشاورات بين المترشحين من أجل ميلاد قائمة توافقية، انطلقت اليوم أشغال المؤتمر 24 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تحت شعار من أجل التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية. مؤتمر سجل حضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية، وترشح له 33 عن 120 نيابة لانتخاب 9 أعضاء للمكتب الجهوي الجديد. بمشاركة حوالي 23,000 منخرط وحوالي 33 مترشحا، انطلقت فعالية المؤتمر 24 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة من أجل انتخاب مكتب جديد. الافتتاح سجل حضور الأمين العام حسين العباسي وبعض أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية. مؤتمرنا اليوم هو مؤتمر 24 للاتحاد الجهوي للشغل قفصة، عندنا العديد من المترشحين حوالي 32 أو 33 مترشح، يبدو أن هناك أكثر من قائمة، وحتى ولو كانت أكثر من قائمة فالتنافس سيكون نزيه واحترام الصندوق سيكون معناها هو شعار الجميع. التنافس من أجل الظفر بتمثيلية ضمن المكتب التنفيذي الجهوي الجديد كان على أشده بين قائمتان، قائمة الوفاء لشهداء الحوض المنجمي التي ترى أنها تقدمت من أجل رد الاعتبار للعمل النقابي بالجهة وأن أغلب أعضائها هم أبناء الساحات. نحن ما نشكوش في قائمتنا أنها مراعية مصلحة البلاد، معناتها مصلحة الاتحاد، هذه حاجة واضحة، والناس هذوما اللي مرشحين راك تشوف فيهم في الساحات وتشوف فيهم في كل مغلب المحطات النضالية الموجودة قبل 14 في ولا 14 في بقدر ما القائمة الأخرى متاع البيروقراطية النقابية اللي هي فيها جزء كبير ياسر لا يمت بسيلة لا للثورة ولا يمت بسيلة لا للعمل النقابي النزيه، فيها ناس مترشحة وكانت مع عمار العباسي أساءت للحوض المنجمي أساءت للجهة. فيما جاءت قائمة الوفاق ووحدة الصف النقابي من أجل تركيز اتحاد قوي ومناضل وأنها ستعمل على معالجة كبرى الملفات المتعلقة بأوضاع الشغالين. ضمن القائمة اللي أنا عضو فيها فيها مناضلون قدموا للاتحاد تاريخيا وما زالوا مستعدين أنهم يقدموا، كذلك في القائمات المتنافسة، وهذه ديمقراطية الاتحاد وهذه ديمقراطية اللي تربينا عليها في داخل الاتحاد، من حق الناس أنها تترشح، ومن في الأخير المسألة الديمقراطية تتحسم والصندوق يحسم. أنا وعلى هامش هذا المؤتمر كان موضوع شركة فوسفات قفصة حاضرا بقوة، فقد أكد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي أنه حان الوقت لكي تبرز شركة فوسفات قفصة كقطب صناعي يشع على الجهة. الشركة اليوم تخدم نصف إنتاجها، نحبها ترجع لإنتاجها الطبيعي وأكثر من الطبيعي، عساها ولن الساعة باش تنجم تحافظ على ديمومتها كمؤسسة، باش تنجم تشع وتخلق قطب اقتصادي من حولها في جهة قفصة، وهذا يتطلب مجهودات معناها من خارج المؤسسة، ولكن حتى المؤسسة هي تحتاج في داخل إدارتها إلى تطهير نفسها، إلى إعادة توزيع الأوراق، ولا زاد باش تحط الناس الأكفاء في المواقع اللي يلزم تستحق. تتواصل فعاليات هذا المؤتمر لساعات متأخرة من نهار اليوم بعد استعدادات كبيرة عاشت على وقعها الجهة منذ أيام لانتخاب 9 أعضاء، ومهما كانت نتيجة الاقتراع فإن تطوير الأداء النقابي أمر مهم جدا من أجل معالجة كبرى الملفات وخصوصا التشغيل. إرساء قانون يهدف لمكافحة المتاجرة بالبشر ونشر الوعي وتقديم المساعدة للضحايا، هذا ما صرح به المكلف بمأمورية لدى وزارة العدل فيصل عجينة خلال الملتقى الذي نظمته اليوم المنظمة الدولية للهجرة بالعاصمة. ملتقى خصص لتقديم دراسة أولية حول المتاجرة بالبشر في تونس، وتضمنت جملة من التوصيات والإجراءات من بينها إحداث شبكات وطنية ودولية تعمل على التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية للحد من انتشارها. عدد كبير من الأشخاص. التجارة بالبشر مسألة باتت تشغل بال المنظمة الدولية للهجرة في تونس، النساء والأطفال في بوتقة الاستغلال المادي والمعنوي،
كثر التسول في البلاد، بل ازدادت الدعارة والاعتداءات الجنسية على النساء بعد الثورة. ذاك ما تقوله المنظمة الدولية للهجرة في تونس. في تونس تجار بشر في التسول في الشوارع أو في النساء العاملات في المنازل أو الفتيات العاملات في المنازل، يعني فما فتيات عمرهم 8 و12 سنة ويخدموا في الديار في تونس. فما زاد نساء ضحايا استغلال جنسي في تونس وخارج تونس. فما أجانب ضحايا استغلال جنسي من النساء في تونس. مالك كفيف حقوقي ورئيس جمعية العائلة والطفل يتحدث عن استغلال الأطفال والنساء في قطاعات العمل في ظل غياب قانون يجرم هذا الاستغلال. وفي هذا الإطار بالطبع فما الطفولة هي المستهدفة بدرجة أولى، سواء معنا في مسالك العمل ساعة في بعض قطاعات العمل في كثير من الميدان، والمرأة في كذلك زادة مستهدفة بحكم هشاشتها. من جهة أخرى تعتزم الحكومة التونسية بعث هيكل قار لمكافحة الاتجار بالأشخاص وجمع المعلومات لملاحقة المتورطين في هذه التجارة الرخيصة. أيضا جانب وقائي يتعلق خاصة بإحداث هيكل قار ودائم من مهامه الأساسية هو مكافحة الاتجار بالأشخاص، جمع المعلومات، نشر الوعي. منظمة الهجرة الدولية تحث التونسيين على إيجاد قوانين تجرم المس من كرامتهم، وتحذر من الانزلاق في استسهال ظاهرة التجارة بالأطفال. على إثر ما سجل في عدد من المساجد من تغيير أوقات الصلاة المعتمدة، خصوصا تقديم آذان صلاة العشاء وتأخير صلاة الصبح، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغا دعت من خلاله الإطارات المسجدية إلى الإعلام فورا بكل خلل يطرأ على مواعيد الصلاة. وطلبت الوزارة في نص البلاغ، طلبت الإطارات المسجدية وخاصة أئمة الصلوات الخمس والمؤذنين بالالتزام بالتوقيت حفاظا على الوحدة وتجنبا للفوضى والإرباك. هناك عجز هيكلي في ميزان الطاقة بتونس منذ سنة 2000، وهو عجز يقابله نقص في الإنتاج. هذا ما أكده كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم ناظر الوفرلي خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. كما دعا الوفرلي إلى انتهاج استراتيجية التحويل الطاقي في تونس والتحكم في الطاقة بهدف تفادي العجز، مؤكدا على أن الحكومة ستعمد إلى إرساء حوار وطني في مجال الطاقة. 4 اتفاقيات اللي هما تأمين تزويد السوق التونسية بالغاز البترول الجي بي ال لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ثانيا هي مواصلة تزويد البلاد والولايات المجاورة بغاز المسيل، يعني في الولايات الحدودية. وثالثا تدعيم وتطوير تبادل الطاقة الكهربائية بين شركتين الكهرباء والغاز التونسية ونظيرتها الجزائرية، وعن اليوم تشغيل يعني إقامة دراسة لتشغيل خط بجهد 400 كيلو فولت، جهد كبير بين تونس والجزائر. بالنسبة للزيارة إلى ليبيا، هو تم يعني الاتفاق وتوقيع اتفاقتين بين وزارة الصناعة والوزارة النفط الليبي، واتفاق توقيع محضر جلسة بين وزارة الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا، اللي تم فيهم تزويد تونس ب 500 ألف برميل شهريا إلى موفى سنة 2013، و 650 ألف برميل شهريا إلى في سنة 2014 ابتداء من شهر جانفي 2014. ثانيا هو التعمق في دراسة مشروع تدعيم الربط الكهرباء بجهد 400 كيلو فولت بين ليبيا وتونس. ثالثا هو التوقيع ولأول مرة، نحب نأكد عليها النقطة هذه، على التبادل التجاري في ميدان الكهرباء بفرشات من 50 إلى 150 ميجاوات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة نظيرتها الليبية. في القصرين تم التخفيض في الميزانية المخصصة للجهة سنة 2013 إلى 10 مليون دينار، لأن السلطات الجهوية لم تقم بعد بتنفيذ ميزانية سنتي 2011 و2012. هذا ما تم الإعلان عنه خلال جلسة العمل التي احتضنها اليوم مقر الولاية، وتم خلالها التطرق إلى جملة المشاريع المبرمجة للجهة والعراقيل التي تواجهها.
التطرق للمشاريع المرصودة لولاية القصرين وكسر حواجز وعراقيل تنفيذها على أرض الواقع هو محور جلسة العمل التي عقدت في مقر ولاية القصرين والتي أشرف عليها وزير التنمية والتعاون الدولي لمين الدغري وولي الجهة محمد سيدهم وذلك بحضور الإطارات الجهوية. جلسة تقييمية عامة على مدى تقدم إنجاز المشاريع التنموية سواء المشاريع الجهوية أو مشاريع التنمية والاندماج. عند التقييم العام كان يشمل سنة 2011-2012 رغم سنة 2011 وبنصف الأول من سنة 2012 كانت يعني مدة زمنية بيضاء بالنسبة للقصرين نظرا للاعتقال اللي عاشته في ذاك الوقت. التنوير وتزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب وزيادة جدران لبعض المؤسسات العمومية هو نصيب ولاية القصرين من المشاريع التنموية. برامج 2011 و2013 لابد أن تنتهي. بالنسبة لبرامج 2012 اللي رصدت لها مبالغ هامة هذه لابد أيضا من التقدم. وجدنا أن قصرين في المعدل قبل الثورة كانت تتمتع ب2 مليون دينار تقريبا سنويا في إطار هذه البرنامج اللي هي برنامج صغيرة هدفها تحسين ظروف العيش، هدفها تزويد المساكن بالماء الصالح للشراب، هدفها تنوير المساكن، هدفها هو مسالك وطرقات وتحسين موارد الرزق. فهي مشاريع ملحة وصغيرة. فالقصرين بعد بمعدل 2 مليون دينار تونسي قفزت في 2011 في إطار ميزانية 2011 إلى 15.5 مليون دينار تونسي، ثم في 2012 إلى 28 مليون دينار تونسي، وفي 2013 إلى 11 مليون دينار تونسي. وهي طبعا مبالغ تضغط على قدرات الجهة من حيث التنفيذ. أكثر من 2300 مسكن يقع تزويدهم ماء صالح للشراب، وفي إطار المشاريع أخرى 12 و13 ألاف مئات يعني في تكون في حدود 2600 إضافي، ثم أكثر من 3000 إضافي بالنسبة ل 2013. نفس الشيء بالنسبة للكهرباء المساكن، من معدل 150 مسكن يقع تنويره الآن بعد التوقف اللي حصل والتعطل اللي حصل واللي كما قلت كان يحتاج بلو مارشال، ولكن الحمد لله القصرين استطاعت أن تستعيد طاقة التنفيذ. غابة الأطراف النقابية ورئيس النيابة الخصوصية لبلد القصرين في هذه الجلسة رغم أهمية حضورهم، إلا أنه لم يتم استدعائهم خلال هذا الاجتماع. نحب نهمس في أذن السيد وزير التنمية أين وصلت معناها مشروع معمل إسمنت فوسانا، ثم زاد دعوة كأي قصرين آخر. ونحن نعرف القطب الصناعي الوحيد اللي عندنا في القصرين هو معمل عجين حلفاء والورق، ولو أني مانيش نطق رسمي باسمهم يسمحوا لي إخواني في سيليلوس، اللي أني معناها شركة هذية يظهر لي حسب المعلومات اللي عندنا بدت تتآكل وبدت معناها يظهر لي لا درجة الإفلاس. وبالتالي دعوة للحكومة اللي رأوا هذه قطب صناعي وطني وجب الحفاظ عليه. بالتالي وحاجة أخرى زاد نحب نقول السيد وزير التنمية اللي راهو عندنا 18000 حظاير، صحيح هذه أسبيرين، لكن راهو أنا راه كنقابي بجهة القصرين راه انتحار جماعي لشباب القصرين. وبالتالي وجب على الحكومة التفكير في بعث شركات ذات طاقة تشغيلية كبرى باش نجم شبابنا يضمن مستقبله الكريم والعيش الكريم. يبقى حلم أهل القصرين لتطوير جهتهم هو رصد مشاريع تنموية جدية لهذه المنطقة المحرومة، إلا أن الإطارات الجهوية اقتصرت على طرح مشاريع تعد حقا وجب أن يتمتع به كل شخص كالتنوير والماء الصالح للشراب، وغيبوا المطالبة بمشاريع عمومية تحد من ظاهرة البطالة وتساهم في تحريك اقتصاد البلاد لا حرقه. استرجاع الأموال التي وقع الاستيلاء عليها ومحاسبة مدير الشركة هي مطالب عدد من المواطنين الذين تجمعوا اليوم أمام مقر إحدى شركات توظيف الأموال بالعاصمة، ثم تواجهوا أمام مقر البنك المركزي. محتجون عبروا عن غضبهم وسيائهم لتواصل عمل الشركة التي تقوم بنشاط اقتصادي يعود قانونيا إلى البنوك، وهو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني على حد تعبيرهم.
إلى التحركات العمالية في صفاقس، أين يتواصل إضراب عمال شركة صنع المشروبات الغازية كوكاكولا لليوم الخامس على التوالي. الإضراب يأتي مطالبة بتطبيق الاتفاقية المشتركة للمشروبات الكحولية على كافة العاملين بالشركة. هذا وقد فشلت كل محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف الإداري بعد غياب المؤجر عن الجلسات الصلحية التي عقدتها النقابة حسب المحتجين. لليوم الخامس على التوالي يواصل عمال شركة كوكاكولا بصفاقس إضرابهم داخل مقر العمل الذي انطلق منذ يوم 17 جوان ويتواصل إلى غاية اليوم الجمعة 21 جوان احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي من بينها تطبيق الاتفاقية المشتركة للمشروبات الكحولية. ويأتي هذا الإضراب على إثر فشل جلسات التفاوض بين النقابة والطرف الإداري التي لم يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق حول جملة من المطالب العالقة على حد تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة. الإضراب جيست أنه نعبروا على أن ما احناش قابلين الوضعية اللي تخدم بها الخدامة، فهمت؟ هو توجه متاعنا الحوار والتفاوض من أجل معناتها إيجاد حلول ونتوافقوا مع بعضنا، إلا أنه صارت الجلسة الصلحية في الولاية ما رعنا إلا جميع الأطراف حاضرة، إلا أنه طرف الإدارة رفض الحضور ورفض حضور الجلسة بالولاية، جلسة صلحية وتشبث بالرأي متاعه. هي اتفاق غير قانوني، فهمت؟ أنه ينفذ جزء اتفاقيات مشتركة في نفس المؤسسة من ما يولد حالة احتقان بين العمال، أنهم يخدموا نفس الخدمة لكن تطبق عليهم جزء اتفاقيات مشتركة. ويطالب العمال كذلك بحقهم المشروع في الترسيم والإدماج بعد أن قضوا سنوات عديدة في العمل داخل هذه الشركة على حد تعبيرهم. احنا ما عندناش تربيه، مستحيل ناس زواول عامله 25 و30 سنه ما تفسمش يا رسول الله. احنا حاشتنا يرسم لنا العمال ويعطينا حقوقنا، ما طالبين شيء، حاجه سهله معناها هذه عنده هو حاجه سهله. وقد حاولنا الاتصال بالاداره لمزيد الاستفسار حول هذا الموضوع الا اننا لم نجد اي مسؤول. نفذ عمال مركزية الحليب بشمال الغربي لينو بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبا نفذوا مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة لتتوقف أمام مقر المعتمدية. مسيرة تأتي إثر غلق مركزية الحليب بسبب مشاكل بين النقابة الأساسية والإدارة، وندد خلالها المحتجون برفض المستثمر للحوار وعدم جدية السلطة المحلية والجهوية في التفاوض. في إطار تأسيس ثقافة الاتصال والحوار بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية، احتضنت اليوم ولاية قفصة دورة تكوينية لفائدة عدد من أعوان الأمن والصحفيين. دورة تندرج في إطار سلسلة الدورات الوطنية التي تهدف إلى البحث في الطرق المثلى للتعامل بين رجل الأمن والصحفي أثناء أدائهما لمهامهما. انطلقت الدورة التكوينية هذه نهار الاثنين 17 جوان، وهي دورة تكوينية منظمة في إطار مشروع تعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة اليونسكو حول حقوق الإنسان، حرية التعبير وأمن الصحفيين. من خلال الدورة هذه نستعرض ونكون الأمنيين اللي متواجدين على الميدان كيفية عمل الصحفيين على الميدان. من خلال الدورة هذه نستغلين الفرصة باش نقوموا بورشة عمل مشتركة مع الصحفيين نتبادلوا فيها أفكار والإشكاليات الموجودة على الميدان. سينطلق المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد في دورته 33 يوم الخامس من جويلية المقبل ليتواصل إلى غاية 27 من نفس الشهر. دورة من المنتظر أن تشهد مزجا بين العروض المسرحية والموسيقية الطربية والملتزمة إلى جانب عروض الفن الشعبي حسب ما أعلنته الهيئة التنظيمية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم. أكثر من 10 عروض تجمع بين المسرح والفن الملتزم والشعبي ستؤثث الدورة 33 للمهرجان الصيفي بسيدي بوزيد، دورة بهيئة تنظيم جديدة تسعى إلى تقديم الإضافة كما وكيفا. بدينا الحقيقة في نهاية شهر مارس الفارط بتمرير استمارة عرضنا فيها مجموعة من الأسئلة، من جملة الأسئلة ما هي العروض التي ترغب في حضورها من الفن الشعبي، المسرحي، الفن الطربي، الفن الملتزم. وعلى ضوء النتائج الاستمارة هذه اخترنا العروض اللي موجودة في البرنامج هذا، برنامج هذه الصائفة، وفيه معنا تقريب جميع الأذواق. طبعا
تنظيم هذه الدورة لا يخلو من عديد الصعوبات خاصة المادية، سبب قد يفسر حضور أسماء فنية دون غيرها في المهرجان. بالنسبة للصعوبات الحقيقة فما بعض أخطاء حاولنا نتجاوزوها هذه السنة، الصعوبات صعوبات مادية أكثر منها كل شيء الحقيقة. باستثناء ثلاث معتمديات بها ثلاث مسارح وتلق، بقية المهرجانات تقام في فضاءات مفتوحة وهي فضاءات غير مؤهلة صراحة بأن تحتضن مختلف فعاليات هذه التظاهرات الثقافية، لكن رغم ذلك نحاول بالتعاون مع السلطة الأمنية من أجل أن تقام مختلف فعالياتها في هذا الظرف، رغم ما تعرفه بطبع الجهة من بعض التجذبات السياسية من بعض المشاكل المتعلقة خاصة الجانب الأمني. إلى جانب المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد المدينة، تنظم باقي معتمديات الولاية مهرجاناتها الصيفية الخاصة رغم تعثر بعضها. ولاية سيدي بوزيد من الولايات القلائل التي تمكنت من تكوين هيئات المهرجانات، وفي هذا التاريخ تمكنا بالطبع من ضبط مختلف فقرات هذه المهرجانات ويبلغ عددها 9 موزعة تقريبا على مختلف المعتمدات. باستثناء معتمدتين نحاول جاهدين أن نتمكن من إيجاد الظروف الملائمة لإقامة فعالياتها، وعني بذلك معتمدية السوق الجديد ومهرجان الوطني سيدي عبد النعمان. بين الترفيه وخلق مشهد ثقافي مميز في الجهة من ناحية والصعوبات المختلفة من ناحية أخرى، تتواصل إقامة المهرجانات الصيفية بسيدي بوزيد، مهرجانات يبقى نجاحها رهين مشاركة الجميع. دوليا، تستمر المعارك في سوريا بين القوات النضالية ومقاتلي المعارضة بمدينة حلب وبعدد من الأحياء بالعاصمة دمشق. معارك، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها تزداد حدة يوميا، خاصة بعد محاولات القوات النضالية اقتحام حي القابون بحلب التي تكبدت أضرارا جسيمة منذ بداية المواجهات في 2011. هذا وقد أدرجت منظمة اليونسكو للتراث العالمي، أدرجت مدينة حلب القديمة وستة مواقع أثرية سورية ضمن قائمة التراث العالمي المهدد.